صفقات مستحقة للنادي الأهلي، وشوط تاني مختلف تماما عن الشوط الأول. الحمد لله كنا قلقين بسبب المستوى الذي قدمناه في النص ساعة الأخيرة من الشوط الأول. كان واضح أنه التركيز مش موجود عند اللاعبين، الواجبات اللي المفروض يقوموا بيها ما كانش في حد بيقوم بيها، سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، ما كانش في تفكير في بناء هجمات بطريقة سليمة. أعتقد أنه النهاردة شفنا حاجتين: تغيير مبكر غير معتاد لنزول أفشة، ونزول أفشة العقل المفكر. العقل المفكر هو انا بس لازم اقول شهادة حق، حضرتك قلت بين شوطي اللقاء لازم كولر يتدخل حالا ويجري تغييراته فعلا مع بداية الشوط الثاني. شفنا تغييرات كولر الحمد لله، نزول أفشة أعاد التوازن وأعاد العقل إلى الكزل، فبالتالي أصبح هناك من يفكر، من يحل المشاكل، من يصنع الأهداف، وبالتالي عاد الفريق مع نزول أفشة إلى حالته المعتادة. الكل أصبح يجد المساندة، الكل أصبح يجد المساحة، الكل أصبح يجد الهدايا، وتوالت الفرص السهلة في الوقت اللي اتفاجأ فيه فريق سيراميكا بالمستوى المتغير بتاع النادي الأهلي في بداية الشوط الثاني. هو اعتقد أن المباراة سهلة عطفا على النصف الأخير من الشوط الأول، ولكنه واجه سيل من الهجوم من جميع الزوايا، من اليمين، من الشمال، من العمق، حتى ان النتيجه كان من الممكن ان تكون اكثر من ذلك. فرص سهله محققه ضاعت، كان من الممكن انها تضاع في النتيجه، لكن الحمد لله على عوده الروح، عوده العقل، عوده اللعب الجميل اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي في الشوط الثاني. كابتن عماد النحاس الف مبروك. مبروك زي ما قلتوا، عايزين بدايه شوط ثاني، بدايه قويه وضغط عالي. النادي الاهلي في اول دقيقه في الشوط الثاني بيحرز الهدف الاطمئناني، اداله الثقه في المباراه الهدف الثالث، وشوط ثاني ايضا مغاير تماما على الشوط الاول. ما لحقناش نتحرك من على الكرسي واحنا قاعدين واحنا لسه بنتكلم ونقول احنا محتاجين نعزز المكسب وان احنا نغطي وما نعملش اخطاء الشوط الاولاني والهدف الاولاني. المكسب من نهاية الشوط الأولاني يا أسامة، من الجون الثاني، من جون وسام، خلاك طلع أوضة اللبس مرتاح شوية. المكسب الشوط الثاني في التغيير. أيوه. والشيء اللي إحنا مش متعودين منه على مستر كولر، نغير بين الشوطين، قفشة في نص الملعب على حساب كوكا، وخالد عبد الفتاح إبدأ إضافة مكان يوسف أيمن. لازم نصبر على 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 يوسف، بدل اتكلمنا على التغييرات، لازم نتكلم الأول على يوسف أيمن، لازم يبقى عندنا صبر. خالد موجود في النادي الاهلي من اكتر من سنتين، لعب في الباك رايت ولعب في الباك ليفت ولعب مساك. يوسف محتاج لدعم زمايله، اضافه لدفاع النادي الاهلي. الهدف المبكر اللي غطى الجون ادى مفتاح المكسب، والنتيجه كانت ممكن تتعدل الخمسه او السته. امام عاشور في واحده في العارضه، نفس الكلام لقفشه من جوه ال 18 من على البنالتي، وامام عاشور كان كمان قريب، حسين الشحات. لكن في تألق يا اسامه لبعض اللعيبه في الشوط الثاني ما كانتش ظاهره في الشوط الاولاني، منهم امام عاشور. امام مع قفشه قدرنا ان احنا نشوف ثنائيه جوه الملعب. عدد الباصات لو حسبنا عدد الباصات اللي ما بينهم وما بين بعض هتلاقيها من اكتر الماتشات اللي باصوا الاثنين مع بعض وعملوا ثنائيه قويه جدا في نص الملعب، وكان دور مروان عطيه اللي احنا متعودين عليه ان هو يأمن الناس بشكل كويس. تألق وسام حاجه مش غريبه على 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 وسام، يعني تسجيل اهداف ده دوره، وهو عنده امتياز هداف الدوري، ده بيسجل وبقى بيصنع النهارده اكيد، وكمان الباص لطاهر والجون طاهر. تعرف اللي هو التوفيق اللي مجهودك اللي اتبذل على مدار المباراه، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك ان انت تسجل هدف. مباراه كانت الشوط الاول رايحه لمنعطف صعب، الهدف الثاني لوسام مع نهاية الشوط ادانا مفتاح للمكسب ومفتاح للمباراة. الهدف الثالث مع بداية الشوط أربك كتير لفريق سيراميكا، اللي من خلالها بعد 10 دقايق وبعد الجون الثالث تدخل سريعا كابتن أيمن رمادي بتغيير طريقة اللعب بعد نزول سعد ونزول عيسى إسلام عيسى، وجاب عبد الرحمن بودي في الطرف الملعب اليمين، واسلام عيسى في طرف الملعب الشمال، ويلعب بثلاثه مدافعين: رجب، نبيل، وسعد سمير وبيكهام، زائد طبعا المجموعه بتاع نص الملعب: كندوسي مع بالحج مع محمد عادل مع لاكاي. لكن الهدف الرابع اضاف التعب اكتر وضغط اكتر على وبيريحك على فيرس، وده راح شفنا اداء كويس
نهاية مباراة العين شفناها في العشر ده والربع ساعة ودي ممكن جيلبرتو يتكلم من خلال الأرقام والإحصائيات، لكن تفوق النادي الأهلي. أنت النهاردة واحدة من المعلومات اللي هي السريعة ده رابع مكسب، أول مكسب كبير للنادي الأهلي على سيراميكا 5-2، 4-1 في السنة 23-24، 4-0 في 21-22، و4-0 في موسم 20 أول مواسم لسيراميكا. ده أكبر مكسب للنادي الأهلي على سيراميكا 5-2.